متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء قبل الأخير من القصة ديال القاتل المأجور الموسم الثاني. بزاف ديال المحاربين على أبواب الامتحانات، كنتمنى لكم حظ موفق الخوت والله ينجحكم، وإن شاء الله غادي تجيبوها حتى أنا متأكد منكم وتايق فيكم. كنموت عليكم وكنتمنى أنكم تكونوا دوستوا نهار زوين اليوم وشبعتوا لي الكريشة شبعتوا حريرة مزيان، ويلا نعيشوا مع رياض وصحابه المغامرة اللي فيها. صراحة هذا المدة اللي دوزتها هنايا عرفت بالقيمة ديال المغرب، عرفت بالقيمة ديال العيشة في المغرب. الناس هنا محنين ديال بصح، محنين لواحد الدرجة كبيرة. مهم، بات أحمد عرض علينا الحمام وقال لنا والو تمشيو معي بجوج، وقع ما قدرنا نقولوا ليه لا، حيت بات أحمد تبارك الله عملاق وأحمد كيخاف منه. مهم، لبسنا حوايجنا ومشينا لهاد الحمام هذا. ملي دخلنا اسحب راسي غير في المغرب، بحال الحمام ديالنا تماما. الفرق اللي كاين هو انه الناس هنايا كلهم عمالقه طوال تبارك الله ومجدعين. ملي بدينا كنبدلو في الحوايج بان ليا بوات احمد ظهرو كله في سيكاتريس، كله مضروب وكله واكل العصا ديال بصح. وانا نسول احمد قلت ليه مال الوالد ديالك؟ بان ليا ظهرو كله واكل العصا. قال لي راه داك الشيء كامل بسبب المسابقه، مسابقة اللي كيقدم سليمان. قلت لي ويلي واش هادي مسابقة ولا مصارعة؟ قال لي لا يوريك. قال لي راه كل عام كيشاركوا 100، ومن دوك 100 كيبقاو الناس قلال. الا كان عندك الحظ وخرجتي حي غادي يكون المصير ديالك بحال الوالد تماما. ما كنش كنظن بلي هاد المسابقة ديال سليمان فيها الضرب والجرح، كان كيسحب لي بلي غادي تكون مسابقة عادية بحال ديال المنظمة. ملي خرجت من الحمام وقلت البلانكو تخلعوا لي بزاف، نيرفانا بدات كتبكي وقالت لي عافاك فكر في خطه اخرى. قلت لها نيرفانا راه ما كاين حتى شي وسيله اخرى، ضروري ندخل المنطقه اللي فيها سليمان عن طريق المسابقه، هذه هي الوسيله الوحيده. اما لو بغيت ندخل بطريقه غير قانونيه غادي نموت قبل ما نفوت السور الاول. كلهم رفضوا الفكره ديالي ولكن ما كانش عندي حل. داز السيمانه وبداو الاجواء ديال المسابقه كيبانوا، بداو كيعلقوا اللافتات وكيديروا اعلان. نهار جا الوقت ديال التقياد، كنت غادي انا واحمد للسوق، تما كان واحد المقدم وكيقيد كاع الناس اللي باغين يشاركوا. ملي وصلت للسوق لقيت السميه ديالي ديجا مقيده، هادشي كامل حيت طيحت داك خونا كاو، وداك خونا كان هو اقوى واحد هنا في هاد المنطقه هادي. جاتني المود ديال الخلعه ملي شفت العمالقه اللي جاو يتقيدوا، كلهم قداش الا انا كنت عارف باللي الذكاء كيتغلب على القوه، داكشي علاش كنت كنبرد على قلبي بهادشي. داز الوقت بالزربه وتجمعنا حنا 100، وهاد العشيه غادي نمشيو لعند سليمان. جابوا لي واحد اللبسه نقيه وعطوني الوقت اللي غادي نكون فيه قدام الباب ديال القصر ديال سليمان. مشيت انا وبات احمد حتى هو تقبل في المسابقه، غادي معاه مع وكيبان عملاق كان بان انا بحال ولدو. دخلنا مع الباب الاول ولقينا مازال طرق قدامنا، القصر كبير والدنيا كلها حراس. بقينا غادين حتى وصلنا للساحه ديال القصر، وقفنا كاملين تما وبقينا كنتسناو سليمان يجي. من بعد ربع ساعه ويتم جاي داير بحال شي امير، حراس ديالو بزاف، خونا كيبان مخزز كيبان ميكروب ديال بصح. وقف وبقى كيقول لينا عزلناكم نتوما اقوى الرجال، وكل واحد فيكم بطل في عين الاسره ديالو، وهذه فرصه انكم تثبتوا لهم باللي نتوما فعلا ابطال. نتوما عارفين المسابقه ما كتكونش سهله، ولا بغيتوا تربحوا خاصكم ديروا مجهود كبير بزاف. بقى سليمان كيدوي وكيقرب لينا، واحد اللحظه هو يتم جاي قاصدني انايا، تم جاي وكيبتسم وبحال كيستهزئ بيا. جاوي حط يدي فوق كتافي وبدا كيطلع فيا وكيهبط فيا، وانا فهمتو ديك الساعه كيقول مع راسو تاش كيدير هذا هنايا. بقى كيدوي معايا بالافغانيه وما قفلت والو، ولكن فهمت شنو بغى يوصل ليا. بغى يقول لي شنو كدير هنايا، واش عارف قيمته
الخطورة اللي في هذه المسابقة. بديت كندوي معاه بالهضرة ديال الزيازن باش يعرف باللي أنا ما كندويش. ديك اللحظة هو يعطي الأوامر للحراس ديالو وما يتمو جايين قاصديني، شدوني من يدي وما يتمو غادين بيا مخرجيني. ونقدر نقول لكم ديك اللحظة باللي قلت الحمد لله، الحمد لله كتاب لي عمر جديد، خصوصا ملي شفت هاد الوحوش البشرية اللي واقفة قدامي. تميت غادي وكنقول لا صافي نفكر في خطة أخرى. ديك اللحظة ويدخل بات أحمد، مشى عند سليمان وقال ليها شي حاجة في ودني. سليمان ديك الساعة عيط للحراس وقال ليهم وقفوا ورجعوا، وما يرجعوني أو تاني. عرفت ديك اللحظة باللي بات أحمد غادي يكون قال سليمان باللي راه هاد خونا هذا راه طيح كاوة فلان بن فلان، وهذاك فلان هو اللي كان حاكمه في ديك المنطقة. يعني سليمان يقول باللي هاد خونا راه قاد بشغلو. رجعت وشديت بلاصتي وبقيت كنقول لباج احمد في خاطري الله ياخذ فوق الحق. من بعد ما كمل سليمان الهضر ديالو ضايفونا كاملين وعشاونا وعطاونا الماكله وعرقناها ديال بصح. مشينا تكينا في بلاصتنا، كل واحد كنعس بوحدو وممنوع على اي واحد يدوي مع شي واحد اخر، وكل بلاصه فيها اللبسه اللي غادي يشاركوا بها المتسابقين. حاولت نعس بكري حيت غدا غادي تكون مسابقه قويه، وما عارفش نوع المسابقات اللي كيدير سليمان هذا. ولكن بين من ظهر ديال بات احمد في الحمام بين ما كان العصا. مهم نعسنا هاد الليله في الصباح، فقنا مع 8 ديال الصباح، فطرنا ولبسنا اللبسه ديالنا ومشينا عاوتاني وقفنا حدا الساحه. جا سليمان وشرح لينا المسابقه الاولى، قال لنا باش تكون مع سليمان لازم تكون كتضرب بالسلاح مزيان، المسافات القريبه اي واحد ممكن انه يتحكم بالسلاح ويضرب وخا يكون دري صغير، ولكن المسافات الطويله لا. داكشي علاش حنا محتاجين شي واحد اللي عنده بعد النظر وكيعرف يضرب ضربات ديال المسافات الطويله. غادي نعطيكم سلاح خاص بالقناصه، وغادي نديكم واحد المنطقه، غادي نطلقوا لكم واحد الخروف. داك الخروف اعتبروه عدو امريكي ولا اي عدو اقتحم الارض ديالنا، وقتلوه بكل وحشيه. اللي ما غاديش يصيب الهدف يرجع لدارو، حيت هادي ماشي مسابقه ديال المتعه. المشكل هو انني نزرك في المسافات البعيده، داكشي علاش دويت مع نيرفانا وقلت لها واش كتسمعيني، قالت لي اه. قلت لها تبع الجي بي اس ديالي، غادي يديونا لواحد المنطقه وغادي يطلقوا لنا واحد الخروف وخاصني ضروري نضربو، واش تقدري تعاونيني؟ قالت لي صافي واخا غادي نحاول. قلت لها لا ماشي تحاولي، غادي تعاونيني حيت الا خسرت غادي يرجعوني بحالي، وهاد الخطه كلها غادي تضرب في الزيرو. هزونا كاملين في واحد كاميوت وتمو غادي بينا وسط الجبال. في الطريق حاولت ندوي مع نيرفانا ونقول لها تحاول تشد واحد الموقع اللي زوين بزاف. قلت لها غادي نتفاهموا على حاجه وحده، غادي نقولوا واحد جوج ثلاثه وغادي نضربوا الضربه ديالنا. انا غادي نضرب وعارف قرطاسه فين غتمشي، وانتي عارفك حبي غادي تجيبها في حولي. وصلنا للبلاصه المعلومه وبقينا كنتسناو النوبة ديالنا. حاولت نبقى انا الاخر بين ما وصلت نيرفانا حيت مازال مسكينة جاية في الطريق. الاغلبية اللي خداو المبادرة قاع ما صابوا الهدف قاع، يلا شي حاجة قليلة. حتى بوات احمد قاع ما قدر يصيب الهدف قاع. اللحظة اللي وصلت النوبة ديالي وعرفت بلي نيرفانا تانستالات في بلاصة ودابا راه كتشوفني، خديت سنايبر وبقيت كنزومي على داك السيد اللي شاد الحولي. بديت كندوي مع نيرفانا وقلت لها واش شفتيه؟ قالت لي لا مازال. قلت لها ملي تشوفيه قولي لي. بقيت كنحاول نبين لها فين، ولكن قالت لي لا ما قدرتش نشوفه، مضرقاني شي حاجه. قالت لي صبر نبدل البوزيسيون ديالي، وخوتنا في الله كيقول لي اضرب، وانا كل مره كنخرج لهم حاجه، مره نقول لهم دخلت لي ناموسه، مره شي حاجه هراتني. ملي بدا كيتفرقع عليا داك خونا الحارس وعطاني الاشاره باللي خاصني نضرب، نيرفانا مازال ما تانستالات ومازال ما شافت خونا. خونا معطلق الحولي، ما قالت لي نيرفانا صافي شتو. حسبت واحد جوج ثلاثه وانا نضرب. ضربت انا ويا قد باش قام يسمعوا الصوت ديال الصدى ديال نيرفانا. الحارس بقى شاد فراسو ملي شافني طيحت الحولي وما فهم والو. ملي كلشي ضرب الضربه ديالو تمينا راجعين بحالاتنا. وصلنا القصر ولقينا سليمان كيتسنانا. تصدمت بزاف ملي شفت الحواله
اللي ضربناهم كلهم مجبدين في الارض. ناض سليمان وبدك يقول له شي وحدي اللي ما كنتش متوقع نهائيا انهم يصيبوا الهدف صابوا، وشي وحدي اللي كنت متوقع انهم غادي يصيبوا الهدف للاسف ما صابوش. داكشي علاش ما غاديش نبقى نحكم على الناس من المظاهر ديالهم. من 100 واحد 20 واحد اللي قدروا انهم يصيبوا الهدف، من 100 واحد غادي يبقاو معنا غير 20. ولكن قبل كل شيء هاد القرطاسه اللي ضربتو غادي تكون عندها واحد القيمه كبيره. القرطاسه اللي ضربتو بها الحولي غادي تحتفظوا بها وغادي ديروها قلاده في العنق ديالكم، واعتبروها هديه من عند سليمان. ملي سمعت هاك كلمه برد ليا في الركابي، حيت القرطاسه اللي ضربات بها نيرفانا ماشي اللي ضربت بها انايا، كاين اختلاف كبير. وان فوا غادي تجبدوها غادي يعيقوا بيا وكلشي غادي تضرب في الزيرو. بقيت جالس وفيا المود ديال الخلع وما عارف ما ندير، وكنتسنى في اي لحظه يشدوني. اللحظه اللي تم جاي عندي سليمان قاصدني، صافي عرفت باللي مشيت فيها. وقف حدايا وقال لي تبارك الله عليك، ما كنتش كنظن باللي عندك هاد الموهبه هادي. شفت فيه وبقيت كنبتسم ديك الابتسامه ديال البزز. المهم هو كان كيدوي معايا بالاشاره وانا كنت كنفهمو. واحد اللحظه جاو عندو الحراس وقالوا لي شي حاجه عليا. مشى عندهم وخد السلاح ديالي وهز منو قرطاسه وجاب عليا. بقى كيدوي ما فهمت والو. المهم قلت ليه شكرا بالاشاره. بوت احمد كان كيدوي شويه بالانجلي، جا عندي وقال لي باللي الحولي ديالك راه طاح من الجبل وما لقاو فيه ما يهزو. فرحت بزاف حيت كلشي كان غادي تضرب ليا في الزيرو.